يا مساء الخير على حضرتك فندم، واهلا بيك. مساء الفل، اخبار اهلا حضرتك ايه؟ بحضرتك. كله تمام، كله زي الفل كل سنه الحمد وانت لله طيب، وكل نسخه من المهرجان وانت طيب يا رب دايما. احنا انتوا وانتوا هنا كل سادة للسنه المشاهدين، الثانيه على التوالي السنه الثانيه على صح التوالي كده؟ بالظبط. طيب السنه دي ان شاء الله طبعا الفعاليات لم تبدا بعد، ده حقيقي، هتبقى في الفتره من الى 16 ان شاء الله اغسطس ل 24 اغسطس. حلو، يعني بدايه كده يعني هيكون في ايه مختلف السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ السنه دي لا، الاختلافات كبيره. السنه دي احنا 9 ايام موتور ويك، السنه اللي فاتت كنا ويك اند واحد، السنه اللي فاتت كنا 7 سباقات، السنه دي 12 سباق مختلف. عندنا هو ده لوحده دليل واشاره على ان النسخه الاولى كانت عظيمه ولاقت الاستحسان. ده حقيقي، والدلائل على ده كتيره قوي، مش بس عدد السباقات والمشتركين واعداد المشتركين والمتسابقين والمشتركين من المشتركين الاجانب من بره مصر، من الدول العربيه ومن الدول الاجنبيه. السنه اللي فاتت يمكن كان في بعد ما ظهرت النسخه الاولانيه كان في استفسار كبير قوي، ازاي ده احنا مش موجودين وازاي مش معاكو. فالسنه دي عندنا من بدري شويه قدرنا ان احنا نجهز اللوجيستكس بتاعه المتسابقين، وقادرين ان يكون في عدد كبير من المتسابقين الاجانب. حلو قوي الكلام ده، يعني في مشاركه عربيه واجانب كمان باذن الله. مشاركه عربيه واجانب من بره، واحنا عندنا ابطالنا ان شاء الله هيسافروا يمثلونا بره. الفائزين ان شاء الله من بعض السباقات هيكون ليهم تمثيل ان شاء الله لمصر. الله، يعني اللي هيفوزوا هنا، يعني الفوز هنا ده مؤهل لبطولات تانية او مشاركات تانية. بالظبط، في التوين دريفت البطل في التوين دريفت ان شاء الله هيمثل مصر في بطولة عمان الدولية للدريفت، ودي من اكبر بطولات الدريفت على مستوى العالم. عندنا ابطال في ريادة السيارات في مصر كتير، فان شاء الله يكون في حد من نصيبه ان هو يمثلنا هناك، وان شاء الله يقدر يحقق في عمان حاجة.